يعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية أحد المهرجانات التراثية والثقافية التي تحرص عليها المملكة العربية السعودية كل عام بأن تظهر بحلة جديدة وثوب جديد. باتت مشاركة المرأة أحد أهم سمات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، والمتتبع لمشاركة المرأة خلال سنوات المهرجان يجدها وضعت بصمتها الفريدة وما تقدمه من تطور ملحوظ خلال فعالياتها المختلفة. مشتركة طبعاً أنا منسقة تمور، واشتراكي أول اشتراك طبعاً أول سنة لي في الجنادرية، أساهم دائماً في الضيافة والحفلات والمناسبات، عندي مشتركة بجميع أنواع التمور، طبعاً محشية بحشوات عديدة، الأسعار طبعاً تتفاوت طبعاً حسب المناسبة، ممكن تكون عندنا الكيلو على 90 ريال، بس طبعاً إذا كانت في مناسبات بسلال أو كده طبعاً بنقدمها حسب التقديم يعني. I think for me the most. أنا سعيدة جداً لكرم الضيافة من الناس الموجودين في المهرجان، وقد شاهدت أجنحة كثيرة لمناطق المملكة قد أعجبتني. شاركت دول الخليج في المهرجان التراثي بالجنادرية بالعديد من الفعاليات والحرفيات التي أظهرن صورا حية عن الحرفة في السابق، وذلك خلال معروضاتهن في السوق الشعبي. نحن مؤسسة صوغة تابعة لصندوق خليفة لدعم المشاريع، وصلنا المهرجان الجنادرية وشاركنا فيه، أشغالنا كلها يدوية، أشغال يدوية، كل اللي يشتغلون إمارات حريم الإمارات يشتغلون شغلنا في البيت من السدو والخوص والتلي وجلود الأجمال. دخلت هنا والله شفت الإمارات ما شاء الله تراثها مرة راقي، أول مرة أشوف طبعاً تراث الإمارات، عجبني كمان الحريم اللي بيصنعوا بيدهم وكده، يعني أشكال مرة غريبة وأشكال مرة حلوة. وجاء انطلاق مهرجان الجنادرية ليمثل بداية لإبراز التراث الوطني واسترجاع العادات والتقاليد وإيجاد صيغة التلاحم بين الموروث الشعبي بجميع أطيافه. لبرنامج حياتنا هنية الدوسري الرياضة.